طيب تعالوا بقى نعرف نتعرف على بعض اكتر كده ونشوف انتوا عارفين بعض قد ايه، وهيبان كل حاجه على رياكشنات بناتكم. اوكي استاذ طارق، ايه اكتر لون استاذه حبيبه بتحبه؟ البينك. البينك، بينك يا حبيبه. ماشي اوكي. استاذ طارق التاني، احنا عندنا اتنين طارق، فايه استاذ طارق بقى قول لي ايه اكتر كرتون ليلى بتحبه؟ سبيستون. لا سبونج بوب. مش هو تتفرجي على ايه يا ليلى؟ سبونج بوب. سبونج بوب. ماشي اوكي. طب قولي لي ايه اكتر صاحبه لفاطمه؟ انتمتها اسمها ايه؟ مريم. مريم فعلا؟ اه. ماشي. طب قولي لي انت ايه اكتر اكله جودي بتحبها؟ اكيد عارفه. مكرونه بشاميل. بجد؟ ياتي انت على البشاميل الحلو ده. ماشي. قولي لي يا حبيبه ايه فريق الكوره اللي بيشجعه بابا؟ زمالك. زملكاوي؟ اه ولا ايه؟ زملكاوي لابس احمر؟ اوكي. ماشي. قولي لي يا ليلى بابا شغله فين؟ محاسب. لا فين بقى؟ فين في البلد؟ بيروح فين الصبح؟ الشغل. الشغل، بيروح الشغل، مش عارفه فين صح؟ ما قلتلهاش قبل كده يا بابا؟ لا مش ما حفظتش يعني. ما حفظتش، قول لها دقي مهندسين يعني فاهمها يعني المنطقة. مدينة نصر. مدينة نصر يا لولا. ماشي اوكي. قولي لي يا فاطمة ايه أكتر أكلة بابا بيحبها من ماما؟ أكتر أكلة؟ اه المحشي. المحشي ده بجد؟ أصعب أكلة. ده حقيقي؟ محشي فروم كمان يا ولد على الثقة. اوكي. أنتِ بقى قولي لي يا جودي أكتر أكلة بابا بيحبها من ماما؟ محشي. برضو؟ ده إيه ده؟ محاشي إيه؟ ومحشي كرومب برضو؟ أي حاجة. أي محشي. ماشي أوكي. قولي لي يا أستاذة فاطمة حبيبة أختك أنتمتها اسمها إيه؟ لا هي أصلاً ما عندهاش مدرسة، أنا أنتمتها. يا طب بجد يا حبيبة؟ يا أنا تعاطفت قوي يا حبايبي، ربنا يخليكوا لبعض. كم حزين. لا بالعكس، ده حاجة حلوة جدا إن إخواتي وهم أنتمات بعض. أنا ما عنديش أصلاً غير واحدة بس، يعني هم إخواتي هم بقى الأنتمات الحقيقية يعني أكتر. برافو، ربنا يخليكوا لبعض. طب أستاذة جودي، إيه أكتر واحدة صاحبة ليلى صاحبتها؟ عالية. عالية؟ ايوه صح. عارفة. ماشي اوكي.